اختتم اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماع خماسي ضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيع المستوى من فلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن الجانب المصري. وقال البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على استحداث آلية للحد من العنف والتحريض حسبما ورد في البيان. وأكد البيان الختامي أن السلطة الفلسطينية تطلع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة ألف بالضفة الغربية، وطبقا للبيان تلتزم إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر. البيان جدد التأكيد على عدم المساس بالوضعية التاريخية للأماكن المقدسة في القدس، والمشاركون في الاجتماع أكدوا السعي لاتخاذ إجراءات لبناء وتعزيز الثقة وفتح آفاق سياسية. وكانت فصائل فلسطينية قد طالبت السلطة بمقاطعة اجتماع شرم الشيخ ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. وأدانت حركة حماس مشاركة السلطة في الاجتماع الأمني، وقالت إن مسار التنسيق الأمني لا يخدم سوى الاحتلال وتحسين صورته دوليا على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة. ووصفت الجبهة الشعبية والجهاد في بيان لهما المشاركة في اجتماع شرم الشيخ بأنه انقلاب على الإرادة الشعبية. وأكدت الجبهة أن الاحتلال يستغل اللقاءات الأمنية في العدوان على الشعب الفلسطيني. أما في غزة فقد نظم المؤتمر الشعبي الفلسطيني وقفة رفضا لاجتماع شرم الشيخ، ودعا المؤتمر إلى أوسع اصطفاف في كل التجمعات الفلسطينية لمواجهة ما وصفها بالمؤامرة على المقاومة وخيار الشعب الفلسطيني. نؤكد في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون والفعاليات الشعبية والمدنية والحركات الشبابية رفضنا وإدانتنا للقاء شرم الشيخ ونتائجه، وندعو لأوسع اصطفاف شعبي وجماهيري في كافة التجمعات الفلسطينية لمواجهة هذا النهج والمخاطر المدمرة التي يحملها، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والجماهيري لإجبار هذا الفريق المعزول الذي يفتقد لأي شرعية شعبية على التراجع والامتثال لقرارات الإجماع الوطني ولإرادة الشعب الملتفة حول المقاومة. إن لقاء شرم الشيخ وما سبقه من تفاهمات العقبة لا تعد إلا غطاء وتسترا على ممارسات حكومة الاحتلال الفاشية التي ترتكب المجازر بحق أبناء شعبنا صباحا ومساء وعلى مرأى العالم. وفي مدينة الخليل نظم ناشطون وقفة أخرى رفضا لاجتماع شرم الشيخ وللمشاركة الفلسطينية في الاجتماع، كما أعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم لمسار التنسيق الأمني مع الاحتلال. أكدت مصادر إسرائيلية إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بحوارة في الضفة الغربية. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة في نابلس. من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال منع سيارة إسعاف من الدخول إلى حوارة بعد ورود أنباء عن إصابة فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة نابلس. من جانبها رحبت فصائل المقاومة بالعملية الفدائية في حوارة، وقالت إنها رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال. لمزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع في فلسطين وتحديدا في الضفة الغربية انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي محمد سمرين. محمد أحييك وأرجو أن تطلعنا على تفاصيل ما حدث اليوم، عملية حوارة وبعد ذلك إلقاء القبض على المنفذ، تفضل. تحية لكم جميعا. عند حوالي الساعة 4 من عصر هذا اليوم بتوقيت القدس المحتلة، تمكن شاب فلسطيني من إطلاق وابل من الرصاص تجاه سيارة للمستوطنين قرب دوار عنابوس في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. المستوطن والذي كان يقود هذه السيارة أصيب بعدة رصاصات في الأجزاء العلوية من الجسم، بينما
أصيبت مستوطنة كانت بجوار هذا المستوطن بحالة من الهلع بحسب المصادر الطبية الإسرائيلية. أيضا ذات المصادر قالت بأن المستوطن وبالرغم من إصابته تمكن من إطلاق النار على الشاب منفذ عملية إطلاق النار وإصابته بجراح. الشاب تمكن من الانسحاب من مكان العملية، لكن لاحقا قوات كبيرة من جيش الاحتلال وخلال أعمال بحث في المنطقة القريبة من عملية إطلاق النار تمكنت من الوصول إلى مكان الشاب، والذي تمكن من الانسحاب إلى أحد المنازل القريبة. قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب وهو مصاب بجراح متوسطة. الشاب لاحقا أعلن أنه ليث نصار يبلغ من العمر 28 عاما من بلدة مادمة جنوب مدينة نابلس. أيضا كما تفضلت طواقم أو عفوا قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى بلدة حوارة، والتي تخضع في هذه الأثناء لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال. أيضا في هذه الأثناء هناك وصول لعدد من قائد جيش الاحتلال بينهم قائد لواء ما يعرف بلواء السامرة في جيش الاحتلال، وصل في هذه الأثناء إلى بلدة حوار التي لا تزال مغلقة منذ لحظة العملية وحتى هذه اللحظة، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدة حوار. هناك إغلاق لعدة مداخل لمدينة نابلس، على سبيل المثال مدخل بلدة بيت فوريك مغلق منذ لحظة العملية وحتى هذه اللحظة. أيضا أود أن أشير إلى أن المصاب في عملية إطلاق النار في بلدة حوار هو أحد أفراد القوات الخاصة في جيش الاحتلال، ويعمل على تدريب حراس المستوطنات في شمال الضفة الغربية على إطلاق النار تجاه الفلسطينيين. إذن الحديث يدور عن إصابة هذا المستوطن وإصابة مستوطنة يعني بحالة من الهلع في خلال هذه العملية. الزميل الصحفي الفلسطيني محمد تمرين كنت معي عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك. ومن القدس إلى غزة، ومن هناك ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس. وبالتأكيد في البداية دكتور أحييك، أريد أن أستمع لتعليقكم في حماس على العملية التي نفذت منذ ساعات قليلة في حوار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه العملية عبارة عن جزء من مسلسل طويل، جزء من انتفاضة واسعة في الضفة الغربية، جزء من ثقافة أصبحت متجذرة الآن بشكل كبير في كل مناحي الضفة الغربية، ليست عملية جديدة ولن تكون الأخيرة. هناك في حالة نهوض في الضفة الغربية ضد الاحتلال، ضد جرائم الاحتلال. هناك في توسع في العمليات، هناك أيضا توسع في انخراط الشباب في المقاومة ضد جرائم الاحتلال وضد المستوطنين. وأنا أعتقد هذه الآن الأمور كما يقول البعض خرجت عن إمكانية سيطرة، سواء كان سيطرة السلطة أو سيطرة الاحتلال على هذا الجيل المقاوم الذي بدأ مقتنعا بأنه لا مجال ولا خيار أمامه سوى أن يقاوم الاحتلال، لأن لغة السلام، لغة المفاوضات، اللغة التي تجري، لغة المساومات، هذه لم تعد تقنع أحدا. وبالتالي أنا أعتقد جمهور الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية التي تشكل حاضنة للمقاومة كل يوم ستنتج عمليات جديدة، كل يوم ستنتج مقاومين ومجاهدين ومقاتلين ومناضلين جدد. لذلك أنا أعتقد من الغباء أن يفكر أحد بأنه يستطيع أن يوقف هذا السيل الجارف وهذا السيل العرمرم الذي لا يمكن أن يتوقف بسبب استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. يا دكتور، على ما يبدو أن هناك رأي أو وجهة نظر أخرى. هناك اجتماع عقد في شرم الشيخ المصرية، كانت السلطة حاضرة، إسرائيل، الأردن، مصر بالطبع مستضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية. البيان الختامي تحدث عن عدم المساس بالوضايا التاريخية للأماكن المقدسة، تحدث أيضا على التزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ويعني فكرة تخفيض مسألة العنف ومحاصرة العنف بشكل عام. لعل البعض يقول هذه أمور جيدة، أن يمر رمضان على الفلسطينيين وعلى المقدسيين دون قتلى ودون عنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ألا يكون هناك وحدات استيطانية لمدة 4 أشهر. لعل البعض يرى أن هذه أمور إيجابية من الممكن أن يبنى عليها. أخي الكريم، أنت يعني تعتقد أننا ناس أغبياء لهذه الدرجة؟ أعتقد العفو دكتور، يعني أنا طبعا بعرض عليك ما يقال.
أنا فاهم، أنا بقول بشكل عام، هل يعتقد البعض أننا ممكن أن نصل أن نكون أغبياء إلى هذه الدرجة أن نصدق بأن إسرائيل تحولت إلى حمل وديع وتحولت إلى كينونة سلام تريد للشعب الفلسطيني أن ينعم بالأمن والسلام؟ أخي الكريم، منذ بداية العام وحتى الآن سقط أكثر من 87 شهيد، الدماء تجري في الضفة الغربية كل يوم ساعات وساعات ولحظة بلحظة، وهناك عملية اجتياح لكل المدن في الضفة الغربية، هناك بناء استيطان، هناك اقتحامات المسجد الأقصى. يعني أنا أعتقد الغبي جدا هو الذي يمكن أن يصدق هذا الكلام الفارغ. هذا الكلام أعيد تكراره وأعيد استنساخه عشرات المرات. للأسف العقبة، يخلصوا من العقبة، بعد بساعات كانت قوات الاحتلال قد دخلت إلى جنين وقتلت عدد من المقاومين في داخل المخيم، وثم استمرت عملية القتل. نحن لا يمكن، للأسف الغبي هو الذي يمكن أن يثق بأن إسرائيل يمكن أن تعطي إشارة سلام للشعب الفلسطيني. لذلك أنا آسف جدا أن السلطة التي تجردت من الأخلاقية ومن الإنسانية وحتى من الشرعية، يعني تشوف أولا كل أبناء الشعب الفلسطيني وحتى يمكن أولاد فتح وأبناء حركة فتح، الكل مجمع على أنه ضد الذهاب إلى مؤتمر شرم الشيخ. امبارح كانت كل القوى السياسية بما فيها فصائل منظمة التحرير التي أعلنت بشكل واضح وصريح أن الذهاب والمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ هذا ضد الإرادة الفلسطينية، هذا ضد الحرية الفلسطينية، هذا إعطاء غطاء للاحتلال. أنا أعتقد السلطة الفلسطينية دخلت في طريق وهم لا تريد أن ترجع عنه. للأسف تشارك في العقبة وتشارك في مؤتمر شرم الشيخ، ولو دعوها كل يوم وكل يوم بيكذبوا عليها وكل يوم بيضحكوا عليها وكل يوم يستدرج السلطة الفلسطينية إلى مسار موهوم بأنه إحنا والله ممكن نروق. وللأسف بيطلع البيان بتكلم عن مسألة وقف التحريض. مين اللي بيعمل التحريض؟ نحن نقاوم ضد احتلال، نقاوم ضد الوحشية، ضد العنصرية، ضد القتل، ضد الإجرام، ضد الشعب الفلسطيني. إحنا لا نمارس العنف، نحن نمارس القتال والمقاومة الشرعية ضد الاحتلال. لذلك أنا يعني أنا خجول جدا أن السلطة تتكلم عن وقف التحريض. هذا يعني للأسف امبارح حسين الشيخ بتكلم عن جرائم الاحتلال وعن بشاعة الاحتلال وعن وحشية الاحتلال، هو تكلم في تصريح، والآن بيرجعوا بيتكلموا عن مسألة وقف التحريض وعلى اتفاق على آلية. أنا أعتقد هذا نوع من التغول في دم الشعب الفلسطيني. السلطة يجب أن تتوقف عن هذه المسخرة وهذه المسرحية التي تعطي الشهية وتفتح الشهية للاحتلال الإسرائيلي أن يتجرأ على الدم الفلسطيني. هذا الأوان للسلطة أن تتوقف. نحن أنا قنعت السلطة لن تتوقف. السلطة كما قلت دخلت في طريق لن تعود، طريق للأسف المفاوضات الكاذبة، مفاوض المساومات، المفاوضات الموهومة، إنها تراهن على الموقف الأمريكي. يا أخي الموقف الأمريكي أو حتى للأسف الموقف الإقليمي كله بيأتي الآن من أجل أن يخمد الثورة في الضفة الغربية، هذا كله بدهم إياه. لكن يوم أن تقتل إسرائيل ويوم أن تذبح إسرائيل ويوم أن ترتكب جرائم وأن تدخل المسجد الأقصى، ما حدا عنده الجرأة أن يتكلم مع إسرائيل ويقول لها توقفي. للأسف الشديد. لذلك ما يجري في قمة شرم الشيخ أو قمة العقبة، أنا أقول هذا عار كبير على السلطة الفلسطينية وعلى كل من شاركوا بأنه هذا كله ضد الشعب الفلسطيني، واللي بيقول أنه هذا موجه من أجل أنه الفلسطينيين عم بالطبع. حتى بكرة أنا معلش أنا بتحدى بكرة تشوف الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، بكرة وبعد بكرة، سواء كان استيطان، مصادرة أراضي أو قتل الفلسطينيين. لذلك أنا استضفت عدد ليس بالقليل من المسؤولين الفلسطينيين، ولعل بعد قليل سيكون معي أحد هؤلاء. هم يقولون أيضا يعني اللعب في كل الاتجاهات هذا جيد، تقسيم الأدوار بين المقاومة وبين السلطة وهي تقاوم بأدوات أخرى أيضا هذا جيد، خيار الانتحار فقط اللي هو يعني لا حديث مع الاحتلال، لا تواصل مع الاحتلال، لعل البعض يقول هذا حديث انتحاري لن يؤتي ثماره، إسرائيل ستعربد وتفعل ما تشاء، وتقول الفلسطينيين هم من لا يريدون أي سلام أو أي حوار، ما رأيك؟ هو أخي ماشي، احنا كما يقول الأمور بالنتائج. إذا كان والله هم جربوا من خلال العمل الناعم والعمل السياسي والعمل الدبلوماسي أن يأتوا بنتيجة للشعب الفلسطيني بأن احنا أوقفنا الاقتحامات وأوقفنا القتل وأوقفنا سفك الدماء على عيني وراسي، بقول والله قد نجحوا وقدموا إنجازا، لكن الواقع والتجربة تقول لا.
الواقع والتجربة تقول إحنا مع استخدام كل الوسائل، لسنا ضد استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية وإلى آخره كل ذلك، لكن للأسف هذا الاحتلال المجبول على القتل وعلى الدم الفلسطيني حتى الآن، يعني إذا كان نتنياهو وسموتريش وبن غفير كل الحكومة الإسرائيلية تتكلم بشكل واضح أنها لا تريد سلام مع الفلسطينيين ولا تريد حل دولتين ولا تريد أن توقف بناء المستوطنات، وتقول بشكل واضح بأنه فتح الهيكل وفتح المجال أمام المستوطنين الاقتحام، وبدخل على حوارة بيقتلوا الناس وبيحرقوا كل المركبات وكل الممتلكات. كيف بدك أنا أصدق أن أقول والله بدي أعطي خيار كما تقول أنا أريد أن أضع الحمل جنب الذئب؟ يا أخي إحنا مش منطق أن نؤمن بهذا الكلام، هذا الكلام لا يسوق على الشعب الفلسطيني. إحنا جربنا إسرائيل لمدة 75 عاما لم نرى في يوم واحد موقف إسرائيلي إيجابي يقول بأنهم بالفعل يذهب أو أقل يقولوا إحنا رحيل التعايش أو رحيل السلام أو رحيل المفاوضات. كل ما يجري هو عملية إيهام وكذب وعملية توميه على الشعب الفلسطيني وعملية خداع. لذلك أنا أقول إحنا توصلنا إلى قناعة بعد فترة طويلة نعم أنه ليس هناك إلا خيار واحد، مش خيار الانتحار، هذا ليس خيار انتحار، هناك في إجماع من كل الشعب الفلسطيني وحتى من كل القوى السياسية بأن الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال، لردع الاحتلال، لوقف هذا التغول على الشعب الفلسطيني عملية المقاومة. والله إذا في خيار سياسي يمكن أن يضغط الاحتلال ويلزمه بالتوقف والردع إحنا معه، لسنا ضد استخدام كل الوسائل، لكن للأسف ثبت أن الطريقة التي تقودها السلطة الفلسطينية ليست طريقة لا سياسية ولا دبلوماسية. أعطيني مرة واحدة أن السلطة استطاعت أن تفرض على إسرائيل شروطا سواء كان بالاستيطان أو غير ذلك منذ عشرات السنين. أعطيني مرة واحدة مع كل الاتفاق. الحضور الدولي لفلسطين على المؤسسات على الساحة الدولية وفي المؤسسات الدولية وفي بعض الأحيان يعني السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان الحقيقة ليس في بعض الأحيان سببت حرجا كبيرا لإسرائيل، مسألة الجنائية الدولية إلى آخره، البعض يقول أن هذه نقاط جيدة اكتسبتها السلطة بجهادها الخارجية. يعني هذا احنا معلش احنا مع كل هالدم الفلسطيني بيقول في الآخر سببنا حرج زي المجتمع الدولي بكل البيان بطلعة We are very concerned. نحن قلقين لما بصير مجزرة. We are very concerned. لما بصير في قتل جماعي. We are very... إحنا لا نأخذ منهم سوى القلق. إسرائيل معلش دولة بتستحيش. إسرائيل مين قال لك أنها محرجة؟ من قال لك أن الإجراءات الإسرائيلية والقتل اليومي توقف؟ من قال لك أن الاقتحامات توقفت؟ من قال لك أن بناء الاستيطان؟ إسرائيل دولة لا تستحي، إنما هي دولة تخاف. إذا إحنا استخدمنا القوة والمقاومة ضد الاحتلال ونعتقد لو سألت قيادات فتح كلهم باستخدام كل الأساليب ورحنا على الجنائيات الدولية وإسرائيل لم تتوقف، وأصدرنا قرارات من مجلس الأمن وإسرائيل لم تتوقف، واستصدرنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وإسرائيل لم تتوقف. كل التاريخ وكل التجربة تقول بأن إسرائيل لا تعبأ بذلك. بدك الأمريكان يعني يقفوا موقف مع الشعب الفلسطيني ويضغطوا على إسرائيل، ما كان ضغطوا عليها سواء كان في عملية الاستيطان أو في عملية اقتحام المسجد الأقصى. من قال أنهم وقفوا كلهم؟ حتى دول عربية مع الأسف الشديد موقفها سلبي جدا، كلهم بيأتوا يوم أن تتصاعد العمليات في الضفة الغربية وتكون هناك مقاومة، أو يوم أن يشعروا بأن غزة تريد أن تدخل في مواجهة مع الاحتلال كل الوسطاء بيصيروا يجوا على غزة، يا عمي هدوا شوية، يا عمي بناش تصعيد، يا عمي كل يجري لمصلحة الاحتلال مع الأسف الشديد، ما بيجروا لمصلحة الشعب الفلسطيني. القتل في الوضع الفلسطيني وسفك الدماء كما قلت لم يتوقف من سنوات، ومع ذلك لم يستطع أحد ولم يتجرأ. يا أخي هاي المجتمع الدولي، هاي معلش بس أقول كلمة واحدة، هاي موضوع أوكرانيا معلش أو بوتين، المحكمة الجنائية الدولية طلعت أنه والله بوتين مجرم حرب، لكن نتنياهو الذي استخدم كل الجرائم وقتل المدنيين وقتل النساء والأطفال وكل وكل مع اختلاف المقارنة لم تتخذ أي موقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولم تقل أن هناك في قيادة إسرائيلي هو مجرم حرب. في عملية هيبوكراسي، نفاق دولي يتم التعامل فيه مع الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول كشعب فلسطيني أنه إحنا مع كل الخيارات ضد هذا الاحتلال، إحنا نريد أن ننهي هذا الاحتلال، نريد أن ننهي مأساتنا، قتلنا اليومي، عذابنا اليومي، حصارنا اليومي، التنكيل اليومي بنا، نريد أن يقف هذا بكل شكل من الأشكال. دكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة، شكرا جزيلا لك.
أبدأت روان سلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاؤمه تجاه إمكانية الاتفاق على استراتيجية لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال وينسلاند في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه في حل تم تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة فإنها قد تساعد في الدفع نحو الاتجاه الصحيح. وانتقد رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة قائلا لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه أو ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتماع. القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان. ورأى وينسلاند أن الحكومة الإسرائيلية وقواتها لا تولي اهتماما كافيا لمواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وانضم إلينا عبر الإنترنت من رام الله السيد منير الجاكوب القيادي في حركة فتح. سيد منير أحييك، وبالتأكيد لعلك استمعت إلى نقاشي مع الدكتور غازي حمد ورفض لقاءات شرم الشيخ وغيرها من لقاءات شرم الشيخ. الحقيقة ليست حماس من ترفض اليوم، فصائل فلسطينية ليست قليلة رفضت مثل هذا التوجه، ورفضت أيضا أي تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي. كيف ترى كل هذا الرفض الفلسطيني للتواصل مع الاحتلال بشكل عام؟ يعني حقيقة دائما الفصائل الفلسطينية تتحدث عن الرفض ولا تتحدث عن حلول، لا تتحدث كيف سوف يتم وقف نزيف الدم في الضفة الغربية. قبل قليل المستوطنين يدعون إلى حرق حوارة من جديد، ماذا سوف تفعل هذه الفصائل لحماية حوارة من الحرق؟ الحديث كثير ولكن عند التنفيذ لا تجد أحد. وبالمناسبة حتى يعني هم أصدروا بيانات حوالي 13-14 بيان التي رصدتها وصدرت عن الفصائل، ولكن عندما خرجوا إلى الشوارع لم يخرج معهم إلا بضع عشرات، يعني لم يتجاوزوا 90 شخص. بالتالي يعني أعتقد أن الموضوع أكبر من أن نرفض أو نقبل، الموضوع له علاقة بكيف تحمي شعبك من الاحتلال. الاحتلال وصل صباح اليوم إلى الأراضي السورية واغتال شاب فلسطيني في سرايا القدس، الاحتلال قصف دول ومطارات دول، بالتالي السلطة ليست أقوى من هذه الدول لتواجه هذه الطرسانة الكبيرة. وحقيقة أن الشبان الفلسطينيين الذين يرتقون يوميا في هذه العمليات التي تجري هم يرتقون من أجل فلسطين ومن أجل أهداف يعني وطنية خالصة، وهم يشاهدون ما تقوم به إسرائيل من أفعال يومية ومن قتل يومي، بالتالي هذه ردة الفعل الفلسطينية طبيعية على جرائم الاحتلال. أيضا نحن نريد أن نحمي أبناء شعبنا، لا يكفي أن نتحدث ونقول بأن ما تقوم به السلطة الفلسطينية خطأ الذهاب، خطأ نصدر بيانات عديدة. طيب ما هو الحل؟ ما كيف سوف نصل الى حل مع هذا الاحتلال؟ هم يقولون يعني ان المقاومه قائمه والاحتلال سيد منير. هم يضعون حلول، يقولون ان المقاومه هي الحل. حماس اخرجت والفصائل الفلسطينيه او بعض الفصائل الفلسطينيه اخرجوا اسرائيل من غزه، حزب الله اخرج اسرائيل من جنوب لبنان. اذا على ما يبدو ان المقاومه تؤتي ثمرها في بعض الاحيان. حماس لم تخرج اسرائيل من قطاع غزه، ما الشارون انسحب بشكل فردي يا سيد العزيز من قطاع غزه. لماذا انسحب اذا كان يعني لو كان الموضوع في سلام وهناء ما كان انسحب بالتاكيد. من يسيطر على قطاع غزه اذا سمحت لي، يعني هذه بعد اذنك يعني مغالطه غير صحيحه. بدايه شارون انسحب لانه كان عنده خطه لها علاقه بالانقسام الفلسطيني الداخلي، لذلك انسحب من قطاع غزه وجرى ما جرى في قطاع غزه، ولا اريد ان اعود الى الماضي. بالتالي انسحاب إسرائيل كان واضح، يعني حركة حماس مع احترام شديد خاضت 4 حروب في قطاع غزة. ماذا حققت هذه الحروب؟ هل جلبت الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني؟ حصار، تجويع، موت في البحار، الشعب الفلسطيني مشرد منقسم، هذا ما جاء نتيجة الانقسام الفلسطيني الداخلي والذي كان خطة إسرائيلية. وما زالت إسرائيل حتى هذه اللحظة تحافظ على هذا الانقسام بدليل أنها تدخل الأموال إلى قطاع غزة بطريقة ليس عن طريق السلطة الفلسطينية وتسلمها للمقاومة. هل معقول أن يعني إسرائيل بهذا الغباء لتدخل أموال للمقاومة الفلسطينية لقطاع غزة؟ كل هدف إسرائيل هو الحفاظ على الانقسام الفلسطيني الداخلي. إذا حتى هذه اللحظة لم نستوعب هذا الدرس، هذه مشكلة. سيد منير لعلك تقول أن حماس لم تفعل شيء، تمام، وكل الفصائل لم تفعل، لكن في المقابل
ماذا فعلتم بكل هذا، بكل هذه الحوارات والاجتماعات والتنسيقات الأمنية وغير الأمنية مع الاحتلال؟ هل حفظت حياة الشعب الفلسطيني؟ هل أعادت له حقوقه طيلة هذه السنوات؟ لا 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 لا، لم يعيد أحد من الفصائل، ولكن أنا أقول لك منظمة التحرير أعادت 500,000 فلسطيني إلى أرض فلسطين، الآن متواجدين في أرض فلسطين، وخلفوا 200,000 صاروا 700,000. يعني بكفي هذا الإنجاز الصغير. أنا أقول لك نحن لا نستطيع، لا نحن ولا حماس ولا الشعب الفلسطيني، أن يقضي على إسرائيل بالضربة القوية، ولكن نحن نستطيع أن نستمر في العيش، نستطيع أن نعزز صمودنا على الأرض، نستطيع أن نكون موجودين يعني شوكة في حلق إسرائيل، نستطيع أن نعزز صمود أبناء شعبنا. نحن حقيقة لم نحقق شيء وغيرنا لم يحقق شيء، يعني ولكن سيد أيضا سيد جميعنا لم نخرج. أنا فعلا أريد أن أناقشك لكن ضيق الوقت، لكن اسمح لي، ما هو نحن لا نستطيع أن نواجه إسرائيل، إسرائيل تستطيع أن تقتل وتقتل وتقتل. من قال أن الفلسطينيين لا يستطيعون أن يواجهوا إسرائيل لو تكاتفوا واتفقوا على طريق واحد وآلية واحدة؟ أحسنت، أنا هذا ما أريد أن أقوله. إسرائيل هي من زرعت الشقاق بين الفلسطينيين وقسمتهم نصفين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظامين وحكومتين وإدارتين، وشتم وتحقير لبعضنا البعض، وخرجت من الصورة إسرائيل وبقينا مشتبكين. بالتالي الوصفة السحرية والحقيقية هي أن يعود الشعب الفلسطيني لوحدته، أن نكون صفا واحدا، وأن نتوقف عن الهجوم عن بعضنا البعض حتى نستطيع أن نلم الوحدة الفلسطينية ونكون يد واحدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ونقاومه. نحن نستطيع، ولكن إذا كنا موحدين وليس منقسمين ومشتبكين مع بعضنا البعض ونترك الهم الإسرائيلي، نشتبك مع السلطة الفلسطينية لأنها ذهبت مع شرم الشيخ، وننسى ما تقوم به إسرائيل في حواره. بالتالي الهم الفلسطيني أكبر، والانقسام الفلسطيني حقيقة عار على القضية الفلسطينية، يجب أن ينتهي. ولكن كيف سوف ينتهي؟ هنا السؤال، وهنا الأمر المعقد جدا، والذي بحاجة سؤال يحتاج الكثير يعني من النقاط. والحقيقة سيد منير، أنا كنت أتمنى أن تكون أنت موجود ومع الدكتور غازي، لعل هذا النقاش كان يسفر أو يثمر عن شيء، لعل في المرات القادمة يعني يكون لقاء بينكما أو بين أحد من قيادات حماس حتى نستطيع أن نثري النقاش بشكل عام. أنا مشكورك شكرا جزيلا سيد منير الجعكوب القيادي في حركة فتح، كنت معي عبر الإنترنت من رام الله.